سلسلة أعلام الراشدية. خرج يلعب ويلهو معتقدا أن العالم هو حي، لكنه كان يحلم بشيء آخر. توسع خياله وانطلق يسيح في عوالم أخرى، وأدرك أن السباحة في هذا الخيال وتوسيعه تتطلب الدراسة والتحصيل المعرفي، فانطلق كسهم يطوي المستويات الدراسية بكل جدية وحزم. إنه الدكتور حسن اليوسفي. ولد ونشأ في وسط قصر السوق في البيت الموجود قرب الفران بشارع الزرقدوني. عاش طفولة تلقائية أغلب سكانها من يهود قصر السوق، وكان يتردد على بيوتهم ويحظى باهتمام خاص من لدنهم نظرا لعلاقتهم الطيبة مع والده. بعدما انتقلت الأسرة إلى ولد الحاج، درس بمدرستها وتعلم مبكرا حرفة الوالد، وأصبح يتقن صنع الخبز وطهيه، وتحمل مسؤولية الاشتغال في الفرن منذ أن بلغ سن 2. خلال مرحلة الثانوي تغير عشقه من الكرة إلى الكتاب، وأصبح يقرأ كل ما تقع عليه يديه من مجلات وكتب ولا سيما الروايات. دكتور حسن اليوسفي ابن قصر السوق ابن عن جد، من مواليد 24 ابريل 1964 بالراشدية. تابع دراسته بعد الابتدائي بثانوية سجين مصر العريقة. اختار ان يسلك مسار الاداب العصرية المزدوجة. حصل على شهادة البكالوريا ليلتحق بعالم الجامعة بكلية الاداب والعلوم الانسانية بمكناس، يطوي فيها السنوات وبامتياز. لم يقف طموح حسن اليوسفي عند الإجازة، بل أدرك أن الدراسات المعمقة هي التي ستسمح له بأن يدرك جيدا أدوات البحث العلمي. تابع دراسته في هذا السلك بفاس، حيث حصل على الدبلوم دراسات العليا سنة 1991، ويعود الفضل أولا في توجيهه في عالم المسرح إلى الأستاذ عبد الرحمن بن زيدان الذي أشرف على بحثه في الإجازة حول عبد الكريم بن رشيد. تعهده بعد ذلك أستاذ الأجيال المرحوم حسن المنعي. التحق بالسلك الثالث أنذاك ليحصل على دبلوم الدراسات المعمقة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في المسرح. واختياره للمسرح لم يكن عبثيا، بل أدرك أنه أبو الفنون ومن خلاله سيلج إلى باقي الأجناس الأدبية. وبما أنه عاشق المسرح فقد عمق بحثه فيه وجعله مجانا لرسالته في الدكتوراه، واختار أن يؤطره أحد أكبر أعلام هذا المسرح ليس فقط في المغرب بل في العالم، المرحوم حسن المنعي الذي أطره بكفاءة عالية وبصارمة. حصل على الدكتوراه الدولة في المسرح من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1998 بميزة حسن جدا. مستواه المعرفي وتمكنه سمح له أن يشتغل بالجامعة كأستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، لينطلق مساره الأكاديمي الناجح يؤطر طلبته وهو المتمكن من علمه ومن أدوات اشتغاله.
عددت مهام دكتور يوسف حسن، والنظر للمصداقية العلمية التي يتمتع بها، وقد تم اختياره ليكون عضوا باللجنة الوطنية للدعم المسرحي التابعة لوزارة الثقافة بالمغرب، كما تم اختياره لعضوية لجنة قراءة السيناريوهات والأعمال الدرامية للتلفزيون المغربي. وبحكم إلمامه الكبير بالمسرح، فقد اسندت له عضوية في لجان التحكيم في المهرجانات الوطنية للمسرح الاحترافي والمسرح الجامعي بالمغرب. فركت الدكتور حسن يوسف نفسه على الساحة الثقافية في المغرب، وخصوصا في مجال تخصصه المسرح، وأصبح باحثا وناقد مسرحي. مكنته هذه الصفة بأن يكون من أبرز أعضاء اتحاد كتاب المغرب. انخرط الدكتور حسن يوسف في مختبرات البحث بالجامعة ينقب عن معالجة إشكالات معرفية في مجال تخصصه. لم ينسى الدكتور حسن يوسف قلمه، بل جعله سلاحه، ودخل مغامرة البحث والتنقيب والتأليف، وأغنى الخزانة العربية بمساهمته القيمة في النقد والدراسات. له إسهامات عديدة في مجلات مغربية وعربية، خصص الدكتور حسن يوسفي حيزا كبيرا من وقته للتأليف وإغناء الخزانة المغربية في مجال تخصصه. من مؤلفاته قراءة النص المسرحي، المسرح ومفارقاته، المسرح في المرايا، الذاكرة العابرة، كما له عدة مقالات علمية نشرت في مؤلفات جماعية. ابن الواحة الذي فرض وجوده في الساحة الأدبية والنقدية وساهم في الحركة الثقافية بالمغرب، تنقل بين الجامعات يحاضر فيها ويناقش أطروحات الدكتوراه. حفظ الله هذا الأستاذ الخلوق الطيب المتواضع. سلسلة أعلام الراشدية.